الحديث إذن عن التراث اللامادي بمنطقة وادي ريغ مباشرة من ورقلة، والزميلة فاطمة زهرة بن عرفة، مساء الخير. مساء الخير لك زميلي العربي، مساء الخير لكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. إذا كما أسلفت الذكر العربي، موضوعنا اليوم حول التراث اللامادي بمنطقة وادي ريغ. التراث هو ذلك النمط المعيشي الذي ينتجه مجتمع ما، ثم يتوارثه أفراده أبا عن جد. وهذا النمط يضم مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية والفنية والعلمية والعمرانية وغيرها. تراث مادي وآخر لا مادي، وهو موضوعنا اليوم. التراث اللامادي والذي يشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على التنوع في التراث الثقافي وحمايته من الاندثار. ضيفي اليوم البروفيسور عبد القادر خليفة، أستاذ في علم الأنثروبولوجيا بجامعة قصد مرباح بورقلة. أهلا بكم بروفيسور، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. وأشكركم أيضا على هذه الدعوة الكريمة، وإن شاء الله نكون في حسن ظن جمهورك الكريم. مرحبا بك. إن شاء الله. قبل أن نثري النقاش بروفيسور، أدعوك وأدعوكم مشاهدينا الكرام إلى متابعة هذه المناظر الطبيعية الجميلة التي تزخر بها منطقة وادي ريغ. لن أطيل عليكم هذه المرة، الصورة منا الصورة ولكم التعليق، فلنتابع. إذن منطقة وادي ريغ. بروفيسور، كما شاهدنا يعني هذه الصور الجميلة، المناظر الطبيعية خلابة التي تزخر بها منطقة وادي ريغ، وكأنها لوحات فنية مفتوحة على الطبيعية. مقومات أخرى نتعرف عليها من خلالك بروفيسور. والله جميل جدا أن افتتحتم هذا الحوار بهذه المناظر الجميلة جدا، والتي تعبر فعلا عن منطقة أنا أعشقها كثيرا. يعني أنا تربيت في أحضانها، وكل دراساتي وإنتاجي البحثي ومنصب حول هذه المنطقة. ولن المنطقة هذه ذات خصوصية جغرافية، ذات خصوصية اجتماعية وتاريخية، من ناحية أنها جغرافيا أنها تنتمي إلى ما يسمى بالصحراء المنخفضة، يعني في المناطق المنخفضة، وبالتالي كان المياه فيها متوفرة إلى حد كبير جدا. وهذه المياه التي صنعت مع الجو الصحراوي صنعت ما يسمى بالبيئة الرطبة. نعم. البيئة الرطبة اللي من خلالها نجد وادي ريغ. وادي ريغ المنطقة المعروفة ذات الامتداد من الشمال إلى الجنوب، تكلم عليها ابن خلدون، تكلموا عليها الرحالة فيما قبل. هذا الوادي المشهور والمعروف أولا بصلاحيته لإنتاج النخيل،
منطقة يعني فلاحية بالدرجة الأولى، منطقة طبيعية، منطقة رطبة، منطقة ولكن منطقة سياحية أيضا مرشحة سياحية، أنها كانت مشهورة جدا في ما يسمى بالمسارات السياحية لمدة طويلة جدا. منطقة أيضا بالنسبة للبيئية وأيضا حتى نقول أن بيئتها هشة نوعا ما، وبالتالي تحتاج إلى دراسات خصوصية من ناحية البيئة قبل كل شيء. نعم، ودريغ تحكي لك تاريخها، ثقافتها، التمسك بعادات وتقاليد الأجداد، الأرض المعطاءة، واحات النخيل، الثروة النباتية كما ذكرتم. فالتاريخ بمنطقة ودريغ نجده حافلا بالمحطات التاريخية البارزة في سجل نضالي وكفاح الشعب الجزائري على غرار باقي المناطق عبر التراب الوطني، بداية من ما قبل التاريخ مرورا بالتاريخ القديم والوسيط وحتى الحديث والمعاصر. التاريخ بمنطقة ودريغ بروفيسور. والله التاريخ ذو شجون، يعني عندما نحكي التاريخ لو نبدأ، ذكرتي كلمة أو فصلتي يعني بطريقة تفصيلية التاريخ من ما قبل التاريخ إلى التاريخ المعاصر الذي نحاول أن نتكلم عنه باختصار شديد. عرف إنسان تجورت من ما قبل التاريخ، وبعض الدراسات تشير إلى أنه استوطن هذه المناطق لأنها رطبة. أيضا عندنا مصادر تاريخية قديمة جدا تحكي وصول الرومان إلى تخوم أو إلى مناطق تخوم ودريغ. الحضارات القديمة كلها كان عندها آثار في هذه المنطقة. بدأ ينخرط أو بدأت تعرف هذه المناطق خاصة بعد الفتح الإسلامي، أين تشكلت فيها ممالك محلية وأخرى كانت تتبع في بعض الأحيان إلى الممالك الكبرى اللي كانت كلها في المغرب الأوسط. تشكلت فيها أيضا مملكة معروفة جدا، مملكة بني جلاب، تقريبا من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر. وتدخل أيضا في نضال طويل جدا ضد الاستعمار الفرنسي من فترة المقاومة. ككل نجد رجال المقاومة قبل اندلاع الثورة التحريرية وأثناء تقريب شاركت في كل المقاومات، وأيضا مشاركتها في الثورة التحريرية الكبرى أيضا في، وخاصة أيضا كانت لها أهميتها بعد اكتشاف البترول وتمسك فرنسا بالصحراء الجزائرية ككل، كان عندها أيضا نضال كبير من ناحية ومشاركتها في الثورة، وأيضا حتى أيضا في إعادة اللحمة الوطنية. نعم، ونحن نعتز كثيرا بنضال وكفاح الشعب الجزائري ونفتخر كوننا جزائريين، فالشعب الجزائري تمسك بالوحدة الوطنية ولا يزال يتمسك أو متمسكا باللحمة الوطنية مثلما نشهده اليوم من خلال الحراك الشعبي الذي أبهر العالم بمسيرة سلمية ستبقى راسخة في الأذهان. بروفيسور خليفة، علم الأنثروبولوجيا علم يهتم بسلوك الإنسان والمجتمعات الماضية والحاضرة، فمن لا تاريخ له لا حاضر له ولا مستقبل له. طيب، مقدمة جميلة جدا الأخت فاطمة. شكرا. يعني تصلح لأن تمهد لموضوع نظرتنا للحراك. نحن الاجتماعيين والأنثروبولوجيين خلاف السياسيين اليوم قائمين بواجبهم في هذا المجال، يعني المجال السياسي والدستوري وما غير دستوري إلى آخره. ولكن نحن الاجتماعيين ننظر إليه بنظرة ربما أعمق، يعني من ناحية محتواه الاجتماعي. من ناحية اليوم عندنا حراك سلمي منظم، هذا عكس ما كان يعتقد بالنسبة عقلية الجزائريين. حراك تشارك فيه المرأة، تشارك فيه الطلبة، حتى الأطفال بألوانه، بشعاراته، برموزه، كلها تعتبر محتويات اجتماعية لا بد من الالتفات إليها. الحراك أيضا الجزائريين يريدون صناعة مستقبلهم بهذا المحتوى الاجتماعي من خلال الرموز التي يطرقونها كل جمعة، رمزية الحراك، الشعارات، لا بد من قراءة الشعارات ومحتواها، محتواها الاجتماعي وهدفها المستقبلي والسياسي. يعني هذه الأشياء العميقة التي لا بد من البحث فيها، أن الحراك كموضوع اجتماعي قبل ما يكون أيضا سياسي. نعم، ونبقى نعتز دائما بتاريخنا الحافل بالبطولات. حفظ الله وطننا المفدى. آمين.
هذا عن الجانب التاريخي، الجانب المادي الآن واللامادي، سيدي موضوعنا حول الجانب اللامادي والحديث عن الجانب اللامادي بمنطقة وادي ريغ، لكن لابد لا يمكن أن نمر مرور الكرام دون الحديث عن التراث المادي والتراث اللامادي، فما هي أوجه الاختلاف بين التراث المادي والتراث اللامادي؟ يعني كنا نعرف أن التراث المادي هو التراث أو الشيء الملموس، والتراث اللامادي هو المعنوي. ما هي أوجه الاختلاف وأوجه التشابه بروفيسور؟ أنت أخت قد عرفتيه، يعني هو مسألة اللامادي أو المادي هي مسألة تصنيفية. يعني التراث بشكل عام هو ذلك الموروث الثقافي الذي توثق أو تورثه الأجيال لبعضها البعض عن طريق اللغة، عن طريق وسائل الكتابة، عن طريق التربية والتنشئة الاجتماعية وما إلى ذلك. هذا ما نسميه التراث بشكل عام، لكن في دراسته فهو متشعب كثيرا وله أوجه كثيرة. نصنفه إلى تراث مادي، ونقصد به البنايات، ونقصد به كل ما هو ملموس أو تركه الأجداد ملموس. اللامادي هو ذلك التراث مثلا الشفوي، والذي يكون في شكل تقنيات دي تكنيك أو غيرها. يعني المسألة مسألة تصنيفية، والتراث المادي واللامادي هو كوجهين لعملة واحدة. نعم. يعني هو مكمل لبعضه البعض. طيب، هي هذه مسائل أكاديمية. باختصار، على غرار اللغات والعادات والتقاليد والاحتفالات والأعياد الشعبية والأمثال والحكايات الشعبية، هل نجد هذا التراث لدى سكان منطقة يعني وادي ريغ؟ هل لا يزالون يحافظون على عادات وتقاليد الأجداد؟ وكيف نحمي هذا التراث من الاندثار؟ أولا سؤال مهم، من ناحية أنه التراث في منطقة وادي ريغ يزخر بأشكال مختلفة من التعبير، كثيرة وكثيرة جدا. نقدر نقول أن المنطقة هذه اختصرت يعني تراثا لا ماديا كثيرا متنوعا في كل مجالات، في مجال مثلا الزيارات، مجال الأولياء الصالحين. تعرفي أنه يقال أن المشرق بلد الأنبياء أو والمغرب هو بلد أولياء الصالحين. في كل قرية ولي صالح، في كل قرية احتفال، في كل سنوي، وكلها مرتبطة بالزراعة أو بإنتاج النخيل. هل في حفاظ على هذا التراث؟ أنا لم أرى أناس يعني غيورين على تراثهم مثل أو أكثر من منطقة وادي ريغ، لأنه يمثل لهم هوية اجتماعية لابد أو يحافظون عليها في كل سنة. وكثير من الاحتفالات الآن تعود عن طريق الجمعيات وعن طريق إحيائها من جديد، وفي الحقيقة هذا هو أهداف الحراك، لأن المجتمع عندما يتحرك في كل الاتجاهات. في كثير من المبادرات نجدها اليوم في المحافظة على التراث، في إعادة إحياء بعض العادات القديمة، في إعادة إنتاج رموز قديمة كانت موجودة لتعبر على هوية هذه المنطقة وخصوصيتها. كيف يمكن تثمين الموروث اللامادي بالمنطقة وجعله آلية تخدم مستقبل التنمية المحلية؟ نعم، منطقة وادي ريغ على غرار شعوب كثيرة استثمرت في تراثها. نحن لا نستثمر في تراثنا، نحن نتكلم عليه فقط. كيف يمكن أن نستثمر في التراث؟ أولا نستثمر ماديا، حتى في اللامادي نستثمر ماديا. التراث ليس شيء يعني ببلاش هكذا، لابد من الاستثمار أولا في البحث العلمي، لأن الجامعات هي المنوطة بالبحث في التراث وبإخراجه الوجود من جديد. أيضا لابد من المحافظة على فضاءاته، لأن التراث يمارس في فضاءات معينة، الاحتفالات والزيارات وكذا، لابد من خلق الأماكن والمحافظة عليها وتثمينها. لابد أيضا من جعله قاطرة للسياحة، لأن التراث هو الذي يخلق ثروة، هو ثروة للبلاد. نعم. كثير من الشعوب تعيش بثرواتها وثروات من بينها التراث. وهذا ما نراهن عليه مع أجيال قادمة، لكي ننسى حكاية هذه الريع وتوزيع الريع. على المجتمع أن يعمل في اتجاه تراثه وهويته وإعادة إنتاجه. نعم، كلام مهم بروفيسور، شكرا جزيلا لك. عبد القادر خليفة، أستاذ في علم الأنثروبولوجيا بجامعة قصدي مرباح بورقلة، شكرا على كل هذه الإيضاحات بروفيسور. شكرا لك. شكرا على وجهك. في الختام مشاهدينا الكرام، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والعودة الآن إلى الزميل العربي. فاطمة زهرة بن عرفة، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.